حملة شعبية ضد الإمارات في وسائل التواصل الاجتماعي تحقق تفاعلاً عربياً ودولياً واسعاً. فهل تحقق الجهود الشعبية ما عجزت الأجهزة الرسمية عن تحقيقه؟ وما مدى أهمية الحملات الإلكترونية والمناصرة الشعبية في خدمة القضية اليمنية في هذه الظروف؟ أهلا بكم. شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة لكشف دور الإمارات العدواني في اليمن ومطالبات جماهيرية بطردها من اليمن. هاشتاغ مقاطعة طيران الإمارات والمنتجات الإماراتية حقق وصولا عاليا في تويتر، حيث حققت الحملة التي أطلقها ناشطون يمنيون تفاعلا واسعا بين الأوساط العربية والدولية عبر لغات مختلفة ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك خلال الأيام الماضية. ناشطون في الحملة كشفوا أيضا عن قيام الإمارات بإغراق السوق اليمنية بمنتجاتها في صنعاء وغيرها من المحافظات، الأمر الذي يكشف حجم المصالح المشتركة بين أبوظبي وميليشيا الحوثي، ويكشف أيضا جانبا من جوانب إطالة الحرب في اليمن. ماذا يمكن أن تحقق حملة قاطع طيران الإمارات؟ وهل سيبقى الغضب الشعبي محصورا في تويتر؟ أم سيمتد حتى يصبح واقعا على الأرض؟ حملة شعبية يمنية لمقاطعة المنتجات الإماراتية، وبحسب القائمين عليها فإن الحملة تهدف لمواجهة نظام بن زايد الذي يخوض حربا ضد اليمنيين ودولتهم وتكشف جرائمه ضد اليمنيين أمام العالم، متضمنة بعدا اقتصاديا اللغة التي يفهمها قادة الإمارات. هاشتاغ قاطعوا طيران الإمارات انتشر بعدة لغات عربية وحظي بتضامن عربي ودولي واسع، عكس كمية الاستياء الكبير من سياسة دولة الإمارات الخارجية تجاه معظم الدول العربية وتسببها بتقويض السلم في كثير من بلدان المنطقة. لم تقتصر الحملة الشعبية على مقاطعة طيران الإمارات، بل شملت دعوات لمقاطعة المنتجات الإماراتية مع ما تضمنته الحملة من إثارة تساؤلات حول مستوى التنسيق الاقتصادي بين أبوظبي وميليشيا الحوثي، خصوصا أنه جرى استهداف معظم المصانع الوطنية ليتبعها لاحقا إغراق السوق اليمنية بالمنتجات الإماراتية والسعودية، فيما تحول ميناء دبي إلى محطة تصدير لمعظم المنتجات الذاهبة لليمن في ظل توقف ميناء عدن وسيطرة الإمارات عليه. إساءة السياسيين والنشطاء الإماراتيين لقيادات الدولة اليمنية واستهدافهم للجيش الوطني استثار غضب اليمنيين ودفعهم لخوض معركة قد تبدو غير متكافئة، إلا أنها قد تكون مؤثرة أيضا. نقل اليمنيون تواجدهم من موقع فيسبوك المفضل لديهم إلى ساحة تويتر الذي يشهد تواجداً ملحوظاً للنخب الإماراتية والخليجية، حاملين معهم قضيتهم وغضبهم، وهو ما شكل نقلة فارقة في حجم تأثير الدور الشعبي فيما يتعلق بالأزمة اليمنية التي تتعقد كل يوم أكثر من سابقه منذ نحو 5 أعوام. أحدث النظام اليمني في تويتر تأثيراً واسعاً ليس فقط من ناحية إعادة تعريف الأزمة اليمنية وأطرافها، بل وحتى على مستوى الاستجابة. حاكم دبي محمد بن راشد تحدث في تغريدة له على تويتر عن ضرورة الحفاظ عما أسماه إرث زايد، مطالبا ناشطي بلده بضرورة الابتعاد عن استثارة غضب الآخرين. إذن مشاهدينا الكرام، أجدد ترحيبي بكم وبضيف الذي سينضم معنا عبر سكايب، الإعلامي عبد الله الحرازي، وهو أول من أطلق حملة المقاطعة للمنتجات الإماراتية من هولندا. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء الخير عليك يا أختي آسيا وعلى كل الزملاء في بلقيس وعلى كل مشاهدي هذه الشاشة الوطنية الأولى. أهلا بك أستاذ عبد الله. بداية، هناك هاشتاغات أطلقها اليمنيون لمقاطعة المنتجات الإماراتية وكذلك طيران الإمارات، وقبلها حملة أيضا لطرد الإمارات التي عبثت كثيرا في اليمن. دعنا نتعرف من خلالك على قصة هذه الهاشتاغات.
حقيقة لم يعد لدى اليمنيون سوى التعبير الذاتي عن غضبهم وعن مواقفهم تجاه ما يتعرض له بلدهم اليمن من مؤامرات كانت الإمارات هي رأس الحربة فيها، وكانت هي الخنجر الذي انغرس في خاصرة اليمنيين. فبعد أن عجزت القنوات الرسمية عن المواجهة كما يجب وكما يستحق، سواء وكما يستحق الموقف، سواء عبر الدبلوماسية اليمنية الخامدة والخاملة أو عبر المواقف الرسمية الأخرى التي كان منها مجرد بيان يعرف فحواه كل اليمنيين في الداخل والخارج دون الانطلاق إلى إجراءات ملموسة. هذا الأمر جعل اليمنيون يفرزون أو يقومون بأخذ زمام المبادرة. فكر الناس بمتاحاتهم، وكان من هذه المتاحات هو أو هي الحملات الإعلامية لشرح الوضع اليمني للتصدي لحملات التزوير والتشويه التي تشنها آلة الإعلام الإماراتي والمرتزقة التابعين لها في الداخل والخارج. فكان أولا التوجه إلى تويتر كما تفضلتم في التقرير، اليمنيون يفضلون موقع فيسبوك، نعم لكن حقيقة أن التأثير الإعلامي والتأثير السياسي والتوجيه الحقيقي للرأي العام العالمي المؤثر هو عبر موقع تويتر. تداعى اليمنيون إلى تفعيل حساباتهم هناك وإلى تنشيط يعني تكثيف نشاطهم على هذا الموقع، وبدأ الناس بشكل عفوي ومنها هاشتاج طرد الإمارات مطلب يمني الذي حقق ترند، وأثبت اليمنيون أنهم بتكاتفهم وتوحدهم وتوحد آرائهم قادرون على إيصال أصواتهم. وكما قلت أصبح هذا الهاشتاج ترند عالمي أو ترند إقليمي، استدعى أن يقوم الطرف الآخر بمحاولة الرد عليه لكنهم عجزوا، فتبعهم إلى تصعيد آخر، وستستمر التصعيدات إضافة للوقفات الاحتجاجية التي شهدتها عواصم العالم نعم من واشنطن إلى إسطنبول إلى نيويورك وألمانيا. باكستان، نعم إسلام أباد، نعم إذا ألمانيا، برلين، وهنا في هولندا يوم الجمعة القادمة أيضا. نعم أستاذ عبد الله، هل ما يحدث هو مجرد تنفيس يقوم به الناشط اليمني ضد مكائد الإمارات التي يعني كانت تجاه اليمنيين؟ جزء من الأمر هو كذلك بالفعل التنفيس، ولكن التنفيس اتخذ طابعا آخر وهو الاستغلال هذه المتاحات كما قلت، بالتحول إلى شرح القضية اليمنية، بالتحول إلى ضرب المصالح، لأنه المسألة اتضحت بالكامل أن هذه الحرب لها أسس ودواعي اقتصادية خاصة من قبل الإمارات العربية المتحدة التي تسعى منذ اللحظة الأولى لتحقيق أهداف اقتصادية خلف دخولها في هذه الحرب وإدارتها وتأثيرها في الصراع. فكان إذن لابد من التوجه إلى الأهداف الإماراتية مباشرة. الإمارات نعرف أنها قامت في البدء كمغسلة للأموال القذرة من هبات الشعوب العربية في مصر وليبيا وسوريا واليمن وغيرها، وبالتالي من هذا الإرث الثقيل والقذر، إذا جاز التعبير واعذروني على هذا اللفظ، لكن هذا هو اللي هو التوصيف الذي لا يمكن إيجاد توصيف أقل قسوة منه، كان موقفها الشديد في مواجهة الربيع العربي، لأنه أضر بمصالحها، أضر بمداخيلها، واستغلت هذه الأموال المنهوبة من هذه الشعوب لمحاربة تلك الشعوب في مصر وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي غيرها من الدول بما في ذلك فلسطين، وكل المصالح الأمة وكل قيم الأمة أصبحت رأس حربة لكل المشاريع غير الوطنية وغير القومية. وبالتالي ما دام أسس الصراع هو مسألة اقتصادية، فكان لابد من التوجه إلى هذه الدعائم وكشفها واللعب على المكشوف. عملي شخصيا اتجهت إلى مسألة المنتجات الإماراتية. نعم سنتحدث عن هذه النقطة أستاذ عبد الله، قبل أن نصل إليها دعنا نستضيف أيضا الأستاذ عبد الواحد العوبلي وهو الباحث الاقتصادي من عبر سكايب من كوالالمبور. أستاذ عبد الواحد مساء الخير.
مساء الخير. اهلا بك استاذ عبد الواحد، برايك ما هي اهميه الدور الشعبي في الضغط على ما يحدث من قبل الامارات في اليمن وتوسيع دائره مناهضي الامارات؟ حكومه تعتبر حركات الضغط على مستوى مسألة السمعة ومسألة الصورة الإيمج الخاص بهذه الدولة كان مرسوماً بعناية فائقة وكلف مليارات الدولارات، ونحن نتوجه مباشرة إلى عين هذه الصورة لنشير إليها بوضوح ونقول هؤلاء قتلة ولصوص وطامعون في أوطان الآخرين ومدمرون لها أيضاً. هذا أمر. الأمر الآخر أن كما تفضلتم في التقرير تم ضرب مصانع اليمن، عشرات المصانع وربما المئات، عشرات المجمعات الصناعية الكبيرة التي يعرفها اليمنيون تم تدميرها، بما في ذلك حتى مصانع البف، بما في ذلك المعامل. كنا نقول في بداية الضربات العسكرية لما يسمى عاصفة الحزم أنها أخطاء عسكرية، وربما أن الميليشيا فعلا حصنت في تلك المواقع، لكن تكرار استهدافها أصبح علامة استفهام لم تتضح لنا بالضبط إلا بعد مرور هذه السنوات، بعد أن أغرقوا السوق اليمنية بمنتجاتهم، بعد أن حاصروا اليمن وهم فعلوا هذا الحصار منذ اللحظات الأولى، وأصبح دخول حتى أتفه الأشياء لليمن فقط عبر المنافذ البرية التي يتحكم بها التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، وبالتالي أوجدوا سوق وجعلوا اليمني مستهلك حتى يعني قبل أن يتم قصف، فهو مستهلك إلى أن ينتهي عمره على يد هذه التحالف او سياستها التي تدعمها، سواء في الجنوب وبشكل مباشر او تتخادم معها في الشمال كما بات معروفا للجميع. نعم، ايضا سنذكر هذه النقاط جميعا استاذ عبد الله، ولكن يعود الينا الاستاذ عبد الواحد العوبلي هذه المره عبر الهاتف. مساء الخير استاذ عبد الواحد. مساء الخير استاذ اسماء. اهلا بك استاذ عبد الواحد. اذا نود ان تحدثنا عن اهميه الدور الشعبي في الضغط على الامارات، سواء امام يعني في توسيع دائره ايضا مناهضي هذه الدوله امام المجتمع الدولي من خلال الهاشتاجات التي تم اطلاقها مؤخرا. زي ما ذكر الاستاذ عبد الله ان هذه الحملات تؤدي الى تغيير او توصيل صورة معينة أو تغيير الإيمج الخاص بالشركة أو بالجهة أو بالدولة التي تقوم بالنشاط التجاري. فهذه الحملات المسمى بحركات المقاطعة الاقتصادية التي تنظم على مستوى شعبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الوقفات تؤدي إلى تغيير مواقف المساهمين والمستثمرين الكبار تجاه الدول أو الشركات
المتورطة في انتهاكات إنسانية أو استعمارية ضد شعب معين. فعلى سبيل المثال هنحاول نعطي أمثلة فقط من التاريخ علشان نبين أهمية هذا النوع من الحركات، حركات المقاطعة. في فلسطين في حركة مقاطعة إسرائيل مسمى BDS. هذه الحركة نتج عنها انسحاب شركات أوروبية كبرى كانت تستثمر داخل إسرائيل، مثل شركة فيولا وشركة أورانج وسي اتش ار، بسبب الضغط التي لاقته هذه الشركات والحملات القوية ضدها لتورطها في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. ووفق التقرير للأمم المتحدة شكلت حركة مقاطعة إسرائيل BDS عامل رئيسي في انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 46% عام 2014. وكذلك في تقرير البنك الدولي ذكروا أنه في انخفاض جزئي للواردات الفلسطينية من الشركات الإسرائيلية بنسبة 24%. في مثال آخر من مصر هو حملة خلية تصدي التي أطلقها مجموعة من الشباب المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة ارتفاع أسعار السيارات وجشع التجار، رغم تطبيق الحكومة المصرية لسياسة زيرو جمارك وعدم انخفاض السيارات نتيجة لهذه السياسة. تقول الأرقام القادمة من مصر أن مبيعات قطاع السيارات تراجع بنسبة 7%، ونجحت الحملة فعليا في تخفيض أسعار السيارات بنسبة 30%. وكمثال آخر من اليمن هي حملة وين الفلوس التي تبناها ناشطون يمنيون من وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها مختلف شرائح المجتمع اليمني لتعزيز وسائل المساءلة المجتمعية، ونتج عنها استجابة عدد من المنظمات الكبيرة والمهمة لمعايير الشفافية، وتم بالفعل نشر تقارير مالية وفنية من مؤسسات تدقيق عالمية عن التجاوزات التي تتبناها هذه المنظمات، بالإضافة لتداول عدد من وسائل الإعلام الدولية قضايا فساد تورطت بها مؤسسات الأمم المتحدة في اليمن. وكذلك تم فضح تورط تلك المنظمات في دعم الميليشيا، وسبب ذلك فقد ثقة المانحين وما إلى ذلك. نعم، إذن يحاول الطرف الآخر عادة أستاذ عبد الواحد من التقليل من حجم هذه الهاشتاجات أو هذه الحملات بإطلاق إما حملات مضادة قد لا تنجح، أو يعني الاستهزاء بما يقوم به الطرف الآخر. برأيك هل هناك تأثير حقيقي ربما يجعل هؤلاء يقومون بالهجوم بطريقة مغايرة؟ مجرد حدوث رد فعل من الجهة الأخرى هذا دليل على الأثر الكبير والبالغ لحملة المقاطعة، لأنه إحنا عمليا لما نجي نشوف أو نراجع الاقتصاد الإماراتي تحديدا خلال الفترة الماضية بنلاحظ أنه هو نفسه تعرض لركود ولمشاكل خلال الثلاث والأربع سنوات الماضية. ففي تقرير لوكالة بلومبرغ الصادر في نوفمبر 2018 ذكروا أن الشركات الإماراتية شهدت انخفاض في الأرباح يعتبر هو الأسوأ منذ عام 2008. وذكرت التقارير المالية لشركة طيران الإمارات مثلا أن الإماراتية انخفضت أرباحها بنسبة 43% بمبلغ تجاوز 2.3 مليار درهم إماراتي. فالإمارات عمليا بتعاني وهي ليست بحاجة إلى مزيد من المعاناة، فطبيعي أن يطلقوا حملات مضادة لتحسين صورتهم والدفاع على أنفسهم، على الرغم أنه ما يحدث حاليا على الأرض أنه مثلا الإماراتية ألغت تعاقدات لشراء طائرات إيرباص جديدة، ووزارة الاقتصاد الإماراتية أعلنت عن تسهيلات لدفع أو تشجيع مزيد من المستثمرين للحضور أو للاستثمار في الإمارات اللي كانت تعتبر واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في الشرق الأوسط. نعم. وبالتالي هذه المقاطعة
نعم، وصلت الفكرة أستاذ عبد الواحد العوبلي الباحث الاقتصادي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من كوالالمبور. وأعود إليك أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، يعني كونك أطلقت حملة مقاطعة المنتجات الإماراتية وأيضا مقاطعة طيران الإمارات، هناك من يتساءل لما تحولت الحملات من مطالب بطرد الإمارات من الاهتمام اليمني من مناشدات لطرد الامارات من التحالف الى المواجهه الى الاقتصاديه، فلان الناس راوا ان المطالبات للاخرين بفعل شيء ستطول، اذا فعلينا الاتجاه الى الذات والى الشعوب لفعل شيء ملموس. اختي العزيزه، الامارات تدار كما يقول حكامها، والكلام ليس لي، يقول محمد بن راشد آل مكتوم: نحن ندير الإمارات بنظام الشركات. إذا نحن إزاء الشركة بلبوس وبشكل دولة، ولهذا كان التوجه إلى المسألة الاقتصادية والتجارية ووضع سبابة اليمني في عين الإمارات مباشرة. هذا أمر. وبالتالي كما قلت لك تحول المسألة إلى 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 فعل شخصي. دعيني أوضح نقطة فقط. صدر. اليمنيون 30 مليون يمني، بحساب الديموغرافيا، بحساب السكان في الجزيرة العربية فقط، السوق اليمني من أكبر أسواق الجزيرة العربية بعد السعودية. يعني يجب على اليمنيين أن يدركوا هذه الحقيقة، أنتم سوق كبير جدا وسوق يستحق يعني خوض الحروب من أجله، وسوق يستطيع أن يكسر عظام الكثيرين. أختي العزيزة، أنا أول مراسل تلفزيوني اقتصادي في اليمن منذ العام 2002، وكنت بالمناسبة أعمل في قناة دبي الاقتصادية، وأعرف تماما تأثيرات هذه الأمور عليهم. في ذلك العام في عام 2003 و2004 كانت الإمارات هي الشركة التجارية الأول لليمن، واقع تبادل تجاري بلغ حينها أكثر من 500 مليون دولار. لاحظوا الفارق بين كل هذه السنوات وبين ما هو قائم اليوم. وكانت الإمارات لا تنتج شيء، وإنما تقوم بإعادة تصدير المنتجات إلى اليمن، وهذا كان يحرم اليمن زيادة التعامل المباشر مع بلدان المنشأ. كانت تأتي السيارات بوارد الإمارات وليس يعني استيراد من اليابان. كانت الشركات الاقتصادية خاصة اليابان تتعجب كيف أن السوق اليمنية هي من أكبر دراسة الأسواق، يعني من اكبر المستهلكين لمنتجاتهم، لكن التبادل التجاري المباشر معهم ضعيف، لان الوسيط الذي كان يستفيد من كل ميزات التعامل المباشر مع بلد المنشا كانت الامارات العربيه المتحده. اما اليوم وقد اصبحت اليمن واصبحت ركبه اليمن في ايديهم، فتخيلوا الفارق. اذا نحن ازاء حرب باسس اقتصاديه وبخلفيه اقتصاديه كبيره، علينا ان نعي لمتاحاتنا وان نعي كشعب لقدرتنا على التاثير. لن نظل ولن نلعب دور الضحية على طول الخط. إذا اسمح لنا أستاذ عبد الله أن ينضم معنا أيضا الصحفي فهد سلطان عبر الهاتف من اسطنبول. مساء الخير أستاذ فهد. مساء الخير والعافية لك أستاذ ياسين والمشاهدين الكرام. أهلا بك. إذا أستاذ فهد، بداية، ما هو تأثير هذه الحملات الإلكترونية والهاشتاجات التي يطلقها اليمنيون؟ نعم، هذه الهاشتاجات الجديدة على وسائل التواصل وخاصة على موقع تويتر لها أكثر من جانب، فهي من زاوية أنها وحدت الشارع اليمني ضد الاستفزازات التي كان يقدمها الضباب الإلكتروني الرسمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. والخطوة الثانية أنها استخدمت في سلاح من خلال إطلاق عدد من الحملات، وأتت أكلها وأتت نجاحها بشكل كبير. فقد تحقق على الأقل شيئين في وقت واحد.
أو يعني شيئين في وقت واحد، وهو إيقاف عدد من هؤلاء الضباب الإلكتروني الرسمي الذي كان مخصصين للشتائم والسباب والتهديد ويعني لليمنيين. البيان تحدثت أن الطيران الإماراتي يخفض التذاكر لما يقارب 40%. نعم. وجاء ذلك تزامنا مع الحملات التي أطلقت في هذا الاتجاه، وحصل يعني تلاحم شعبي عربي ويمني لم يسبق له من قبل بهذه الطريقة والقوة يعني. نعم، إذا حجم الزخم في تويتر ومدى حضور اليمنيين هناك بعد اهتمامهم ربما أو وجودهم الأكثر في فيسبوك، كيف تحول الأمر إلى تويتر برأيك؟ المجتمع فيسبوك هو مجتمع محلي، هو في تركيبته وطبيعته أنه مجتمع محلي، مجتمع شعبوي، يعني اليمنيين فيما بينهم والمصريين فيما بينهم، لكن مجتمع تويتر هو مجتمع عالمي وهو مجتمع رسمي. وهو موقع عالمي ورسمي يتعامل معه الجميع، القنوات الفضائية مثلا والقنوات العالمية غالبا أو في الغالب دائما ترصد وتستعمل على تويتر بحكم أنه موقع رسمي لا يوجد فيه تعديل، ويعني ونسبات التواجد والحضور الشخصيات العالمية كلها موجودة في تويتر. كذلك يوجد فيه هاشتاجات ويوجد فيه مميزات كثيرة تختلف عن باقي المواقع، فجعل له حضور. والنقطة الثانية أن اليمنيين دخلوا عندما وجدوا هذا الهجوم الشرس من قبل الضباب الإلكتروني الرسمي الإماراتي الذي يتكلم بابتذال لم يعهده أحد من قبل. السياسيين في كل الدول مهما كانت تتعامل بدبلوماسية ولغة راقية، إلا الإماراتيين فهم دائما يتعاملون بلغة سوقية، بلغة استفزازية، بلغة يعني تعكس القبح التي تحمله هذه الدولة. والغريب أن هذه الأسماء وهذه الضباب الإلكتروني الذي يتصدر تلك الدول هي أسماء معرفة وأسماء حقيقية وأسماء يعني عليها العلامة الزرقاء، بمعنى أن يعني مثلا في عدد من الدول أو في عدد من الحملات تقوم هناك الضباب الإلكتروني أسماء وهمية، إلا هذه الدولة فمن أعلى صفوف يعني الذين هم مقربين من صناعة القرار يتحدثون بابتذال ورخص لم يعهده أحد بهذه السوقية وبهذه الطريقة، وهو ما دفع اليمنيين بشكل كبير للدفاع. فدخل اليمنيين يعني يلاحظ واحد أن دخول اليمنيين والتعليقات يعني اتسم بشيئين في آن واحد، فهم يدافعون بشراسة عن قضيتهم الأساسية، وهنا توحد الجميع من جميع أنحاء اليمن. والخطوة الثانية أن اليمني بطبيعته مسيس، يعني أنه يتكلم بلغة سياسية ويستطيع أن يوصل أفكاره بطريقة تختلف عن بقية الحملات التي تقاد مثلا من دول الخليج. دول الخليج تكتب لهم يعني تكتب لهم يعني التغريدات ثم يعودوا نشرها، وإذا كتبوا فيكتبون بطريقة ركيكة، لكن اليمني بطبيعته مسيس، يكتب بلغة راقية، يكتب بطريقة يستطيع أن يستوعب الطرف الآخر ويفهمه ويفهم مراده، وهذا الذي جعل تواجدهم حضورهم قوي. وهو ما دفع ولي عهد دبي بأن يصدر قرارا بإيقاف جميع أو بإيقاف أغلب المدونين أو الذين كانوا يسبون اليمن بسبب هذه الحملات وبسبب الهجوم الشرس من قبل اليمنيين في موقع تويتر. نعم، إذا شكرا جزيلا لك فهد سلطان الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. عودة إليك أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، برأيك كيف يمكن تسويق قضية اليمنيين إلى شعوب العالم وحمل ويعني خلق حملة تفاعلية كبيرة تتجاوز العربية؟ نعلم ربما خاصة عند الدول الأجنبية أن ربما فيديو صغير أو حملة تبرعات قد تصل إلى ملايين الناس ويستطيعوا من خلالها كسر الكثير من القيود، فكيف يمكن أن تصل قضية اليمنيين إلى هؤلاء؟ نحن أهدرنا أختي العزيزة
هو التأثير العالمي وهو موقع تويتر. أما كيفية التأثير فعبر هذه الشاشة الكريمة أتوجه لكل المواطنين اليمنيين الذين يتعاملون مع الإنترنت، الذين لديهم حسابات على الفيسبوك، أن يقوموا بتفعيل وفتح حسابات جديدة هنالك على تويتر، أن يتواجدوا أكثر على تويتر، أن تقوم وسائل الإعلام اليمنية بالتوعية بأهمية تويتر وفتح حسابات لها وصفحات لها لأخبارها العاجلة، لأخبارها الاعتيادية، لبرامجها سواء كانت مواقع إلكترونية أو كانت قنوات فضائية، أن يتواجد اليمنيون باستمرار وأن لا يملوا وأن يعني يرابطوا على هذا الموقع وستصل أصواتهم. كذلك المسؤولية ملقاة بشكل كبير على اليمنيين في الخارج واليمنيين من المتحدثين باللغات العالمية المختلفة سواء كانت الإنجليزية بدرجة أساسية أو لغات الدول الأخرى، أن ينظموا أنفسهم بمجموعات، أن يبادروا. ولله الحمد يعني خلال الشهر الأخير يعني التفت الشباب اليمني كما تحدثتم وتفضلتم التفاتة كبيرة وتوجهوا نحو هذا الموقع ونحو التقدم بالمبادرات. أنا يوميا تصلني تصاميم لهذه الحملة من شباب، بعضهم أو أكثرهم لا أعرفهم يرسلون لي هذه الصور، آخرين يتواصلون بأفكار عديدة، لدينا العديد من الأفكار، لدينا يعني مستقبلا أفكار نعتقد أنها ستسهم في التأثير وفي تصعيد وفي رفع الصوت اليمني عاليا، ونأمل من الجميع الاستمرار وعدم الشعور بالملل أو الإحباط بعدم التأثير. نعم، إذن أستاذ عبد الله، يعني ربما يتفاجأ المتابعون بمسألة إغراق السوق اليمنية وخاصة في صنعاء والمحافظات التي يسيطر عليها الحوثي بالمنتجات الإماراتية، لنقل مثلا في المناطق المحررة بحكم أنه كان هو من يسيطر عليها، ولكن المفاجئ أن يحدث ذلك أيضا في المناطق التي يديرها الحوثي، ما هو تفسيرك؟ الحقيقة أنني كنت متفاجئا جدا، أجرى معي أحد المواقع العربية لقاء حول الحملة ففي بدايتها، فكنت أقول أنه نحن نأمل التأثير في المستهلك العربي، لأننا في اليمن لا توجد لدينا كثير خيارات من المنتجات الإماراتية في السوق اليمني بحكم أنني خارج البلد عدة سنوات. لكن تفاجأت بورود أنباء وبتأكيدات من شباب الداخل وبصور أن السوق اليمنية خاصة في مناطق سيطرة الحوثي، مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، مغرق تماما ومشبع بالمنتجات الإماراتية. الحقيقة أنني صدمت لحجم التبادل التجاري بين يعني الممسكين بزمام التجارة اليوم، وكلنا نعرف من أبقى الحوثي ليتاجر وكيف أن الحوثي ضرب البيوتات التجارية والتجار العريقين والمؤسسات والشركات القديمة وقام بعملية إحلال لتشغيل الأموال التي نهبها من خزينة الدولة. على سبيل المثال أختي الكريمة، قام الحوثيون بتحويل مخازن ومستودعات مبنى المؤسسة الاقتصادية اليمنية في صنعاء بمنطقة باب اليمن إلى هايبر ماركت كبير كله منتجات إماراتية، من الزيوت إلى المواد الغذائية إلى ما شئت تخيله. فكانت هذه المسألة بالنسبة لي يعني صدمة حقيقية، هذا يثبت التخادم، واحد أوجه التخادم بين الميليشيا الحوثية وبين دولة الإمارات، واحد من أوجه القبح في استغلال اليمني واستغلال الدم اليمني، واحد من استثمارات هذه الحرب للحروب اقتصاديات تفوق اقتصاديات التجارة بالجنس والتجارة بالمخدرات. بات اليمنيون يرصدون كل ذلك ويشاهدونه وبأيديهم التأثير فيه، لئلا يتحولوا إلى مستهلكين عمي بهذه المنتجات وأن يوجدوا لهم بدائل أخرى. صدقوني أن المقاطعات الاقتصادية أثرت عبر التاريخ، استطاعت كوريا أن تلوي يد اليابان، كوريا الجنوبية أن تلوي يد اليابان بالمقاطعات الاقتصادية، استطاع المهاتما غاندي أن يلوي ذراع بريطانيا العظمى بالمقاطعة الاقتصادية. هناك نماذج لا تعد ولا تحصى من التأثيرات الاقتصادية، الشبكة الخفية، المذر بورد الذي يدير العالم هو الاقتصاد، وعلينا أن نخوض هذه التجربة، هذه المعركة وهذه المواجهة
كل ما نستطيع بالكلمة وبالصمود وبالتأثير وبالجوع أحيانا. نعم، إذن سأعود إليك في هذه النقطة أيضا أستاذ عبد الله، ولكن بعد انضمام الناشط السياسي زيد الشليف عبر الهاتف من برلين. مساء الخير أستاذ زيد. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك، ونود أيضا أن نتعرف على حجم تأثير الهاشتاغات التي تم إطلاقها باللغة الألمانية أستاذ زيد لديكم. طبعا اولا شكرا لجنة بلقيس على اهتمامها بمثل هذه القضايا. طبعا اي تحرك في تويتر سواء كان على المستوى الالماني او على المستوى الاوروبي او على المستوى العربي فهذا يزعج الامارات بشكل غير عادي. سمعة الامارات في اوروبا قائمة على الرشوات، تشتري بعض المنظمات لتبييض جرائمها لدى المؤسسات الحكومية ولدى الدول ولدى المحاكم في اوروبا. مثل هذه الحملات التي أطلقناها اليوم بدأنا باللغة الألمانية، وبإذن الله سنستمر بكل لغات المجتمع الأوروبي حتى تصل رسالتنا لكل المجتمعات. طبعا حتى تكون الرسالة أقوى قمنا بحصر مجموعة من الصفحات أو الشخصيات في تويتر وقمنا بمخاطبتها وإضافتها في كل تغريدة وفي كل منشور لدى الناشطين. هناك الكثير لا يستطيعون أن ينشروا في تويتر باللغة الألمانية، قمنا بصياغة الهاشتاغ بحيث يكون الهاشتاغ هو رسالة كاملة، من يستطيع أن ينسخ الهاشتاغ ويعيد نشره فهو رسالة كافية، مثلا أن الإمارات تدمر اليمن أو أن الإمارات تحتل جزر اليمن أو أن الإمارات تريد السيطرة على الجزر والموانئ اليمنية، أو أنه على المجتمع الأوروبي إيقاف تصدير السلاح للإمارات لأنه اليمنيين من يموت بهذا السلاح. فمثل هذه الحملات بالطبع ستؤتي ثمارها، وصلت الرسالة لكثير من الشخصيات في ألمانيا وكثير من الصحف أشرنا لها في مثل هذه التغريدات والكثير تفاعلوا مع مثل هذا الشيء، وبإذن الله سنلمس نتائج قريبة، ربما نرى غدا أو بعد غدا صحف ألمانية تتكلم عن مثل هذه الحملات. لن نستسلم ولن سنواصل حملاتنا اليوم باللغة الألمانية، غدا ممكن باللغة الألمانية، سننتقل إلى اللغة الهولندية والفرنسية ونخاطب العالم أجمع حتى ينكشف زيف هذه الدولة التي القائمة على الإرهاب وعلى الجرائم. يعني برأيك تعدد اللغات يعني ما الذي سيثمره؟ يعني أن حدثتني بأنكم ستقومون بتحويل هاشتاغات ليس فقط باللغة الألمانية وإنما بكل اللغات الأوروبية. نعم، لأنه المجتمع الأوروبي للأسف نادرا ما يسمع عن ما يحصل في اليمن، لكن تتخيلي أن 300 شهيد وجريح من أبناء الجيش الوطني اليمني لم نلحظ تفاعل من الإعلام الألماني كما لو كانوا 2 أو 3 في أي دولة أخرى. لذلك نحن أمام تجاهل من الإعلام الأوروبي، أمام تجاهل من المؤسسات الأوروبية الرسمية، وربما يكون هذا التجاهل مدفوع. الإمارات تدفع المليارات في أوروبا للمنظمات وللوبيات السرية التي تشتغل على تبييضها أمام هذا بالنسبة للمنظمات أستاذ زيد، لكن ماذا عن الدبلوماسية اليمنية؟ أين دورها في هذا الأمر؟ توضيح للدول التي هي لديها، للشعوب التي هي لديها، أين دورها في هذا الموضوع؟ أعتقد أن عمل الدبلوماسية اليمنية يختلف تماما عن النشاط الذي نقوم به نحن. الدبلوماسية اليمنية تلتزم بعمل دبلوماسي معين وروتين معين متعارف عليه للعمل الدبلوماسي، لذلك العمل الإعلامي أو مثل هذه الحملات ليست ضمن عمل دبلوماسي تستطيع السفارة أو يستطيع السفير أن يقيم هذا الشيء أو أن يتبنى. لذلك يجب على النشطاء أنفسهم أن يتحركوا في مثل هذا المجال، والدبلوماسية نحن لا نعفيهم، وإنما عليهم واجب التحرك مع الجهات الرسمية كوزارات الخارجية كالبرلمانات الأوروبية ككل الجهات في أوروبا، المنظمات عليهم مخاطبة المنظمات، إرسال الإيميلات. وحسب علمي فإن السفارة اليمنية في ألمانيا تقوم ببعث إيميلات للمئات من المنظمات الألمانية في ألمانيا، لكن كما قلت لك هنالك تجاهل كبير للقضية اليمنية في الشارع الأوروبي، ولذلك علينا أن نكثف جهودنا لمثل هذا للشارع، لأن الشارع الأوروبي يتأثر كثيرا. ربما تستطيع الإمارات أن تشتري منظمة أو منظمتين أو 10 أو حتى 100 منظمة في أوروبا، لكنها لا يمكن أن تشتري صوت الشعب الحر. لذلك نحن الآن نخاطب الشعوب الحرة، نخاطب صوتهم
ولا بد أن يستجيب لنا هذا الصوت الحر، ولا بد أن يصل صوتنا لكل مجتمع ولكل دولة، لأن الآن وسيلة التواصل وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت للشخص أن يخاطب الناس بلغاتهم في كل مكان في العالم، وهو في أدنى قرية في اليمن يوجد فيها إنترنت. الآن العالم أصبح صغير جدا، لذلك ستصل رسالتنا، وأنا أؤكد لك أن مثل هذه الحملات ومثل هذه الوقفات هي تسبب إزعاج كبير جدا، وربما تسبب خسائر للإمارات. على أقل تقدير ستقوم الإمارات بزيادة ضخ المبالغ للمنظمات مقابل السكوت، لأن مثل هذه الحملات تفضح زيف الإمارات وتفضح صورتها التي تحاول أن تنقلها للعالم الأوروبي أنها هي من ستحارب الإرهاب في المنطقة، وهي أساسا من تمول الإرهاب. لذلك عندما نكشف زيف هذه الدولة سيقوم الألمان هم أو الأوروبيين بشكل عام، نتكلم عن شعب مثقف يبحث يطلع، أول ما يرى هاشتاج يتكلم عن قتل الإمارات اليمنيين سيقوم بالبحث عن الأخبار، سيجد المجازر، سيجد الصور التي المروعة التي ليس مسموح نشرها أساسا في أوروبا. نعم، وسيبدأ الرأي يتشكل ضد هذه الدولة القائمة على الإرهاب والقائمة على القتل والفتنة في كل بلدان الربيع العربي بشكل خاص وفي العالم بشكل عام. نعم، شكرا جزيلا لك زيد الشليف الباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من برلين. إذا ما تم التركيز على هذه النقطة أستاذ عبد الله، يعني نقطة أن يكون للشعوب صوت أيضا من خلال القضية اليمنية، أن يشاركوا هذا الجرح وهذا الهم اليمني بتعدد اللغات، كيف يمكن تجاوز ما تقوم به الدبلوماسيات أو تقصير الدبلوماسيات في مختلف البلدان وطرق باب يعني ضمير الشعوب الحية التي لا يمكن أن تشترى كما تحدث الأستاذ زيد؟ الحقيقة دعيني أختلف مع اللغة الدبلوماسية التي استخدمها الأستاذ زيد في توصيفه لوضع السفارات اليمنية. نحن بلد يذبح من الوريد إلى الوريد، الدبلوماسية واللغة الناعمة لو افترضناها ليس هذا أوانها، لكن ما يحدث أساسا هو أنه تم تعيين وزراء أو سفراء فقط للترضية، وتم تعيين سفراء معدومي الأهلية، وجميعنا يعرف قصة تعيين السفراء من قبل رئيس الجمهورية والطريقة التي يتم بها اختيار هؤلاء. هؤلاء خانوا البلد في وهو في أمس الحاجة لهم، تجاهلوا مأساة اليمنيين وهم في أمس الحاجة لهم. إذا لم يتحركوا الآن، إذا لم يكن لدينا دبلوماسية، يا أختي الكريمة، لم يتم تعيين وزير خارجية حتى الآن منذ 3 أشهر، فكيف يتم يعني هذه الجبهة؟ كما الجبهة القانونية بالنسبة لليمنيين يراد لها أن تخرس تماما، وربما أن الأمر يتجاوز قدرة الحكومة والرئيس هذه، وتم فرضه فرضا لإسكات صوت اليمن الرسمي من التحرك. على كل حال، اليمنيون دائما هم كالماء، إذا ما سدت في وجوههم بعض الدروب يشترحون دروبا أخرى، ما بشكل تلك الدروب أو بالتغلغل فيها وإيجاد منفذ لهم. كانت هذه الحملات هي واحد من هذه المنافذ، وسيستمر اليمنيون ويبدعون في إيجاد منافذ أخرى في التصعيد وفي إيصال صوت مأساتهم وصورة مأساتهم أيضا إلى العالم. سنفعل ما بوسعنا. نعم. في النهاية هذا هو جهد المقل، وهذه هي الاستطاعة والقدرة. أما بخصوص الأخوة والمناصرة من الأخوة العرب، استهدفت بعض التغريدات وكثير من التغريدات وبعض الهاشتاغات إيقاظ الضمير العربي من قبل الشعوب العربية، ولمسنا تفاعل طيب من شعوب تعاني من نفس المعاناة وتشرب معنا من نفس الكأس الإماراتية، كأس الغد والتآمرات، نعول عليهم في مزيد من التلاحم معنا في هذا الأمر، وربما مستقبلا يتم التشبيك مع ناشطين عرب من مصر ومن ليبيا من سوريا من المغرب العربي وكذلك حتى من دول الخليج، وهنالك غليان كبير في صدور الشعوب الخليجية المغلوبة على أمرها من قبل السلطات الأمنية، سواء في السعودية أو في البحرين أو في الإمارات ذاتها أو حتى في كل المناطق العربية.
شكرا جزيلا لك الإعلامي عبد الله الحرازي، كنت معنا عبر سكايب من هولندا. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.